بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج على الهواء مباشرة، وباسمكم جميعا أرحب بالشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الحمد لله. نعم، هذا هو لقاء جديد بالتأكيد بيننا وبينكم، هواتف لإلقاء الأسئلة والاستفسارات للشيخ الجليل محمد أحمد حسن، أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي سيظهر على الشاشة لاحقا إن شاء الله. الإخوة المستمعون والمشاهدون أينما كنتم، نحن حقيقة نحاول أن نكون في كل حلقة نخصص موضوع محدد ومعين، وموضوع هذه الحلقة نتحدث عن الحياة الزوجية والحقوق المتبادلة بين الزوجين، وإسهام هذه العلاقة في تتويج حياة أسرية كريمة تساهم هي الأخرى في تنشئة حكيمة وسليمة. الموضوع حقيقة يحتاج منا إلى تركيز عالي جدا، باعتبار أنه المجتمع متكافل ومتواصل من خلال صلب هذه الأسرة التي تنتج وتفرخ للآخرين. نعم فعلا. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في هذه الآية ربنا بيّن حقوق الزوجين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوجة عليها واجب نحو زوجها، يعني ما عشوائية. هاي لا مدام كل زوج عليه واجب، وكل زوج ربنا أمره يؤدي حق الواجب عليه إلى زوجه بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، يعني الزوج عنده حق زايد على حقوق الزوجة، اللي هو الرئاسة، القوامة. الرجال قوامون على النساء، يعني الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوج عليها واجب نحو زوجها، والزوج عنده حق زايد اللي هو الرئاسة. وحق الزوج نلخصه، واجب على الزوج أنه من يقوم زوج مسلم من الصباح، يقوم يسمع الأذان، يتوضأ ويمشي يصلي في الجامع صلاة الجماعة، ويجي البيت لقيت ما يسوي له الشاي، يحصن بيته بقية الكرسي، ويقول والله أحد المعوذتين، ويتوكل على الله ويذكر الأوراد بتاعه، بعدين يشرب شاي ويلبس يمشي يخرج للسعي في طلب الرزق. ولما يطلع من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسعى في طلب الرزق الحلال، والربنا يقسم له، يجي يصرف عليه زوجته وعلى ولاداته. وربنا تبارك وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وده أمر من الله، فلينفق مما آتاه الله، واجب، لأنه نفق على الزوجة وعلى الولاد فرض واجب على الأب على الزوج. وبعد ده كمان يجي هنا ده يعتني بزوجته، ما يكلف بحاجات ما بتقدر عليها، ويحسن معاملتها، ويذكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا، ويحتني بزوجته وينصحها ويحسها على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى واجبة. وهكذا ده الواجب، ما يقبحها، ما ينبذها، ما يدعيها، ما يضربها، ما يعني يرائيها حق المراعة، لأن هي شريكة حياته، وهي أم أولاده، وهي بتربي الأولاد، وهي بتقوم بإدارة شؤون البيت. ده كله لابد الزوج يقدر هذا العمل اللي بتقوم به الزوجة. ده بالنسبة لي واجب الزوج يقوم به. نيجي نشوف الزوجة واجب عليها شو. واجب عليها تحترم زوجها ده، وتحتني به، وتخليه هو وهي يعيشوا في مودة ومحبة، وما تطلع من البيت بدون إذنه، وتهيئ البيت الزوجي تعبان من الشغل، يلقى أكله جاهز، شرابه جاهز، فرشه جاهز، ملابسه جاهزة، وتستقبله، ما يجي في البيت ما يلقاها ما موجودة إلا إذا كان في أمر ضروري، وهكذا. وبعدين تحافظ على مال زوجها من الضياع من التبذير، وتحافظ على سمعته وسمعة بيته، وما تدخل أي زول في بيت زوجها بدون إذنه بدون رضاه، ما تمشي المشاوير البعيدة بدون إذن ورضا. بعدين جيها أهل زوجها يو تستقبلون بترحاب وتقدم لهم ضيافتهم. بعدين كمان الزوج ما يمنع زوجته من زيارة والدين في بيته، ولا يمنع والدين أو أرحامه من زيارة بيتهم في بيته.
يبقى هو يحترم أهل زوجته وزوجته تحترم أهل زوجها وبكل لين دي كلهم دخلوا ضمن الرحم عدم صلة الرحم يبقى دي لو الزوج والزوجة كل زول يراه حقه ويتذكر ربنا رقيب عليه وحيسأل من أدى هذا الواجب اللي هو واجب الزوج نحو زوجته واجب الزوجة نحو زوجها كل زول لو أدى واجب المعروف ربنا يديهن الأجر والثواب العظيم. نعم. طيب أكثر المشاكل اللي قاعد تحدث بين الأزواج هي مسألة الطاعة. أيوة. ما هي حدود الطاعة من الطرفين؟ أيوة. هل الزوج أيضا طاعة لزوجته؟ طبعا نعم. كويس. طبعا نحن ذكرنا واجب الزوج أنه يحسن معامل زوجته ما يظلمه في حقوقه حقوقه كلها يديها تمام ويعتني بها ويحترمها ويقدر ما المجهود اللي بتقوم به ده وبعدين يحترم لنا جابة من أهله على كتاب الله وسنة رسوله ويحترم غاية الاحترام الزول دي انت ما جبتها من الشارع جبتها أبوها داك إياها بعقد مقدس لما الزوج اللبو يقول زوجتك موكلتي فلان الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله وكل الزوج يرد بالإجابة القبول يبقى ده عقد مقدس وربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يبقى واجب على الزوج يحترم هذا الميثاق الغليظ وواجب الزوجة كمان تحترم هذا الميثاق الغليظ ويحتنوا ببعض كل زول يحرص كل الحرص يؤدي حق التاني بالمعروف يعني الطاعة حدودها ما محددة طبعا الزوجة تطيع زوجها في كل ما ليس بحرام في كل ما ليس بحرام ومخالفة أمره في الحاجات الواجبة يبقى حرام والرسول عليه الصلاة والسلام بشر قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وفي الطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لو كنت آمره أحدا أن يسجد على لأحد كنت أمرت الزوجة تسجد لزوجها ده كناية عن المبالغة في واجبات الزوجة نحو زوجها لكن طبعا ما في زوج مخلوق يسجد لمخلوق نعم طيب نحن برضو عارفين أنه نحن في مجتمعنا السوداني المناطق بعيدة كثير من الناس بيجوا وافدين للمدن وبيقعدوا فترات طويلة جدا وفي ناس بيغتربوا بياخدوا فترات سنين طويلة ما بيجوا للزوجات وبيظلوا هؤلاء الزوجات صابرات فترة طويلة جدا جدا أي يعني لو دي حاصلة في أي بلد تاني الناس ما بيقبلوا بينشروا القضاء بياخدوا حقوقهم إلى أي مدى نحن ممكن أن نترتب على هذه المسائل خلافات كثيرة جدا والحد المناسب للزوج أنه يغيب عن زوجته هو طبعا محدد بستة شهور أن الزول ما يغيب عن زوجته أقصر من ستة شهور زي ما عمر بن الخطاب سأل بنت حفصة يعني قال لها مثلا الزول يقدر الزوجة تتحمل أن زوجها يغيب عنها كم حددت له بأربع شهور أو ستة شهور ولذلك أنه ذا اللي هو الحدود الزول ما يتغيب من زوجته أكثر من ستة شهور لكن بعد مرات كمان الظروف المعيشية تتطلب الزول مثلا مغترب شغال في دول الخليج في المملكة وبعدين طبعا شغال في شركة ما بيدوه إجازة كل ستة شهور يجي إجازة سنوية أو كذا ولذلك أنه لابد كمان الزوج ما يطول أكثر ولو كل سنة أخذ إجازته وجاء قضى شهر مع زوجته وعوليداته ورجع يكون أحسن عنده إمكانيات لو شال زوجته وولاده هناك أجر لهم بيت جنب شغله يكون أحسن وعلى أي حال إنه ما يتغيب لأنه في بعض الأخوان الزوج تلقى ستة سنة خمسة سنة غيب من زوجته وطبعا دي يعني زوجة كمان عليها عندها حقوق وكذا والولادات دايرين يشوف أبوه يتونسوا ولذلك نحن دائما في ما برنامجنا نطالب ونحس أخوان المغتربين إنكم ما تتغيبوا من زوجاتكم والتغيب ده فيه حار شديد جدا يعني على الزوجات ولذلك النزول يعني بقدر كمان نحن ننصح الزوجات إنك أنت ما تطالب زوجك وهو المغترب بحياة كثيرة السلينة وعندك التياب وعندك الدولان مليان تياب ما تطالبي لأنه بقدر الإمكان قولوا لنا إحنا عندنا ملهودهم ما دايرينه بس ترسل لنا مصاريفنا وحوش حوش عشان ما تتغيب عنه لأن الزوجة والولاد لما يطلبوا طلبات كثيرة يبقى معناته انه دي معناته الميزانيه حتكون طوال صرف متواصل ما حيقدر يوفر الزوج نحن ننصح الزوجات انه بقدر الامكان وفري وامر زوجك يوفر عشان ما يغيب عليكم عشان يجيكم بدري نعم. طيب ناخذ اول مكالمه هاتفيه من السعوديه اخ خالد مرحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيكم نسال عن الخلوه
الخلوة. نعم. بالنسبة للزمن هذا الاتصالات الكثيرة وسائل الاتصال اتطورت. بالنسبة لعقد قران والزوجة في بلد والزوج في بلد، في أمثلة الماسنجر، التليفون، النت، في اتصالات تحصل بين الزوج وزوجته، يعني مع زوجته. نعم. والخطيبة فقط. وفي غير الأزواج. أيوة. غير الأزواج بين الشباب والبنات. أيوة كويس. بتحصل اختلاف بيناتهم. أيوة صحيح. وهنا محرم. أي. طيب بين الأزواج هل تعتبر خلوة؟ لا، حتى ما محل الخلوة بين الأزواج، يعني زول مثلا مختلف. لا، هل تعتبر خلوة بالنسبة لهم؟ لا، ما بتعتبر خلوة بالمعنى المعروف، لكن برضه تحتل صلة، تعتبر تقدر تقول صلة. يعني مثلا نضرب لنا مثال، الزوج مغترب وضرب تلفون بتونس مع زوجته، ونس عادية ونس كده، يعني ما فيها شيء، لأنه يجوز للزوج يتونس مع زوجته ويا مباشرة وجه لوجه يا في بالتلفون، ما ممنوع. أي الممنوع هو زنو الزول يتونس مع خطيبته الونس الدقاق ديك. الخطيبة ممكن الزول يتكلم معها الكلام اللي هو في حدود استعدادات لإعداد الزواج، ما مخطوبين ودارين نحي حضر حالات وعفش ملابس الشاور، يعني الشاور معليش في الموضوع ده، ممكن كلام كده بدون وزن صدقاء مشاورات في الموضوع بتاع الاستعداد. أما الزوج يدور يتونس ويجوز يتونس مع زوجته، ما في مانع. يعني الممنوع خالص اللي هو زول يتونس مع خطيبته الونس الدواق ديكي. وكمان في حاجة زينب أكبر، اللي هو الزول يتزوج مع امرأة لا تحل له، لا قريبته ولا من المحارم ولا شيء، تلقاه زوجة راجل أو واحدة ساكت يتكلم معاه كلام الونس الدواق طويلة، وهو يتونس مع بعض ويدردش مع بعض، وكذا طبعا تعتبر خلوة في التلفون، يعني فيها أخطاء كبيرة. فيها طبعا أخطاء كبيرة، وهي حرام. الآن منتشرة يعني بين الشباب، هي حرام يعني قطعا، دي وعديك الحساب عليه يوم الغيانة صعب. هاي انت تتونس مع البيت ما لك دار عندها شنو. هاي لا. نعم. هاي بيحي. طيب نحن في الإطار نفسه، حقوق الزوجة على زوجها، أنت لو لاحظت أنه شعبنا السوداني الشعبي يعني متواصل حقيقة. أي وبتضطر الواحدة تطلع يعني تجامل جاراتها، تجامل أخواتها، أصحابها، هل يجب أنه عليها تستأذن في كل شيء يعني؟ هي طبعا في الحالة دي ممكن هي ذات تستأذن والزوج ذاته يستأذن. يعني الزوج مثلا في الشغل وعنده اجتماع، عنده حيد آخر، يضرب تلفون لزوجتي الولاد، أنا ومتعود يجيهن الساعة 4 مثلا، خلص الدوام بيجي الساعة 4، في الحالة يضرب تلفون حيد آخر شوي، اللي عندي شغل، عندي اجتماع، عندي لجنة، هي كده. كذلك الزوجة مثلا هي في البيت وضربت تلفون لزوجة، قالت له أنه في بكا في الحتة الفلانية حق قريبتنا فلاني، وأنا بمشي. طيب لو تعذر انه ما قدرت تتصل عليهم مثلا، في الحالة تكلم له الجيران مثلا اذا كان امر ضروري. يعني ما بتقدر تتاخر، خالص واحد قريبه، خالص قريبتها، خالص توفت، خالتها، عمتها، والمسافه قريبه، يوقع الحاله دي تتصل به، ما لقت تتصل به تكلم الجيران. انه ابو الاولاد لما يجي يقول له مشيت البكا فلان فلان، هو ذاته يجي هناك. وهكذا. يعني كل لابد في المشاوير، اما المشاوير عند الجيران كده دي يعني ممكن يسهل عنها الزوج تمشي بدون إذنه الجيران وكده، وتحمل لهم السلام، تجيب قرش الصندوق، حاجة زي كده. لكن مشواري بالمواصلات لابد تكلم زوجة عشان ما يجي فايق ما يلقاها في البيت، والزوج يكلم زوجة تتأخر، هي تشفق الزوج تتأخر، معلومة كان موعده قالوا ساعة تأخر من موعده، لابد أن يكون في موعد. وربنا سخر لنا الموبايلات دي. نعم. طيب ناخد هاتف تاني من الخرطوم، معانا منى. مرحب. ألو. مرحب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. مرحب. عليكم السلام. مرحب بك. الله يبارك فيك. أتفضلي. الله يبارك فيك. نعم. سلام على الشيخ حسن. أهلا وسهلا عليك. اليوم السعيد الليلة اللي ميت فيه. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أجمل يوم الليلة اللي ميت فيه. جزاك الله خير. والله لي زمن طويل عشان أتصل به. بارك الله. تفضلي إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ حسن، ربنا يديك العافية. جميعا إن شاء الله. والله أنا مواطمة شفته. لي زمن. أي. عندي زوجي قاعد في البيت وله سنة ولا سنتين، يعني هما عجوز شديد في المعاش، بقول له فت الشغل، ما أدري فت الشغل. بس وأنا قاعد عم عاوز لي سنتين، ما عندي ما عاوز صلاة، لا في لا حياة في الدين، لا فراس، لا ده لا ده لا ده لا. كل مرة بقول له حرام عليك وربنا بيزعلك، أقول له ربنا بيزعلني، إنت أمرك لي برا فتش الشغل.
أيوة. أها. يعني كويس. الموضوع الثاني. أي. يا شيخ حسن. أي. عندي أخوي. أي. عندنا القطعة حقت الأرض حقت أبوه حقت أبونا. القطعة حقت أبونا. أي. وأبونا ده توفى. سلام. ونحن عارفينها وحنا كلهم بيشهدوا إنه حقت أبونا. سلام. وبنى فيها. سافر وبنى فيها. أيوة. حتى حصلت مشاكل وقتي كبيرة قالت داير حقنا قال ما عندنا حق. أيوة. الداير حق مش المحكمة. كويس. وكنت خلاص ربنا ضمرنا وقال الحق ده عندنا فرين ونحن سامينا كلنا أربعة أنفار في الشهادة طلعوا بيها قطعة الأرض. أيوة. أنت وكنت خلاص أختي قالت داير حقها قام شكل معاه تناقش في موضوع قالت له خلاص اديني حقنا قال لا ما عندكم حق. كويس يعني أنا رد عليك. وحب لي. كويس. وأبونا ما وهب لي ولا شفنا ولا وهب. لا خلاص. وأبونا ده مات لا خرف لا شل هذا اللي مات في وعيه. نعم كويس حساب وبتم نعرف نعم ان شاء الله نرد على سؤالك. طيب. هاي السؤال الاول طبعا هاي السؤال الاول اللي هي اختنا دي قالت ان زوجها نزل المعاش وما بيصرف معاش لكن المعاش طبعا مرتب بسيط مبلغ بسيط ما بيكفي حاجة البيت وطلبت منه انه يخرج يسعى لطلب الرزق باي حاجة حتى ولو شغلانة ما وظيفته كان شغال فيها لكن هو ما يعني كسلان زي ما بيقول ما بيطلع من البيت وهي كمان عاقبته بأنه منعته حرمته من حقه الشرعي وهو بيقول لا منعك ليدا يعني حرام عليك فعلا أخذنا طبعا الحالة دي انت ما تعاقبيه عليه كده أي لكن تحسي على الخروج للشغل هو كمان يقول له يا أخي أسعى والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الزول ما يقعد في البيت ويقول لي رزقي بيجيني في البيت لا أسعى نقول لي يا أخونا ده أسعى في طلب الرزق وفتش وفتش واتعب وإن شاء الله ربنا بيرزقك والشي اللي بتجيبه مع معاشك إن شاء الله يمشي لكل حالكم ما في زول ما تبيجوا وكمان نصح أختنا الزوجة برضك ما دعاق به ودو حقوق شرعية لأنك لو حرمتيه يعني برضو عندك زنب يعني هاي ده اللي هي النصيحة نقول لها نجي لسؤال الثاني قالت انه ابوها ترك له ارض واخوها مسك الارض دبنا فيها وهي واختها هما اخوين ذكور وهي بنتين طالبنا الاختين بحقهن قام اخوين ده زعل منه ومنع من حقه يبقى والحي ننصح اخونا ده الاخ ده الارض ده حقه ابوك وابوك عنده معاك انت اخو واختين الاثنين ديل الارض دي حقت ابوك دي ما دخلت الميراث يبقى ما حقتك ولا حقت ابوك اصبحت حق تركات الميت بقت حقت الوراث واخت اخواتك الاثنين عنده نصيب في الارض دي اخوك الثاني عنده نصيب انت عندك نصيب يا اخي ادي اخواتك حقات حطام دنيا فاني وحتموت تخليه لكن عاد الحساب حيكون صعب يوم القيامة الحق نفسك يا اخي الحق نفسك نادي اخواتك ديل وقعدوا في الوقت كده الساو انت بنيت في الارض دي قول لهم خلاص نحن نجيب لنا زول سمسار بتاع ارض يغيم لنا الارض دي اللي انا بنيت فيها والبنيان حقي لكن الارض نغيم نشوف قيمتها كم ب 200 ألف 200 مليون اي 200 مليون دي نقسمها بيناتها تدي اخواتك نصيبا واخوك نصيبك وتاخذ انت كمان نصيبك والارض والبيت بقى حقك هاي ما اخوانا الميراث نظام دقيق وعاد الوعيد الشديد للزول اللي بياكل حق اخوه من الميراث الحق نفسك اخوان طيب ناخذ تلفون ثاني من الخرطوم معنا ام محمد مرحب الو مرحب مرحب بك الله يبارك تفضلي بسال شيخنا في انت مشكله مع بس لو سمحتي صوتك شوية وعرف علينا شوية مشكلة مع زوجي إنه هو متزوج طبعا أنا متزوج عنده أولاد ثانية هو متزوج أنت الأولى ولا الثانية أنا الثانية الثانية سمح أيوة. عندك عيال منه لا ما عندي عيال سمح عنده العيال لكن أولاد متحكمين فيه بطيء كثير من البيت حتر يوم لما اتكلمت معاه في حتة العدل وما العدل ليش وقام عمل لي مشكلة فدمه صوتك بس ضعيف حقه ترفع صوتك شوية عشان كويس كده طيب الناس عليك عمل مشكلة وقتي زعلان هو بيقول لي أنا جيت استحبت من أولي لما يجي بعد قلت تكلمت معه أولي قلت لهم أنت بتذكروا أبوكم عليه حتى زي دي بعدم عدل وكده الله بتأكد منه ناس معلمين وكده فالمهم هو زعلان نفسي في حس زي دي
فأنا في حتة زي دي عم شنو ممكن أطلب طلاق؟ هو ما قاعد يجي ما قاعد يصرف عليك إيه؟ لا يعني بيرس المصاريف ويجي، لكن هو ما قاعد يجي. ما قاعد يجي بيت معاكي؟ أيوة. بيجي كله قدر زمن. ولما يكون هناك حتى تلفونه بيكفي ما بد. لا بيجي كله كم يوم؟ مرات 10 يوم. 10 يوم أي. كويس. يعني. إن شاء الله نجاوب عليك نعم. عليه. أي طبعا أختنا ربنا أمر بالعدل قال وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولذلك النزول قبل ما يزوج يحاسب نفسه، أنا داير الزوج فوق زوجتي دي، هل عندي إمكانيات أعدل بيناتهم في السكن في المبيت في الأكل شراب المصاريف؟ عندي إمكانيات؟ ألا بد زول يسأل نفسه أخرى. نعم. يقدر محل الليل لغاية 4 ما يقدر يكتفي بواحدة، لأنه ورد في الحديث الزول لو عنده زوجتين ما لأحدهما لأحده يعني ميل لإحداها وأعرض عن الثاني يجي يوم القيامة ماشي وميل كده، هذا ما له فضيحة ليه يوم القيامة ويتعاقب، لأنه ما عدل. ربنا أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يبقى لذلك ننصح الزوج ده إنك تحاول تعدل بين زوجاتك في المبيت وفي كل شيء، وإلا الحي اللي بتقلبك بقلبك دي حي تاني. وكمان إحنا ننصح الزوجة يعني برضك يعني تتفاهم مع زوجك وتطالبي بحقوقك، وإذا ما لبى ليك يكلمي له أهله. أهله أو أي زول اللي ممكن يأثر فيهم. نعم. طيب في هاتف تاني من المناجل عطاء، مرحب. ألو مرحب. مرحبا يا عطا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. عليكم السلام. تفضل قول. نعم. سؤالك. الشيخ مرحب. يا شيخ سؤال عن الصوفية. تفضل. الصوفية عندنا هن الصوفية هني ورحمينا صوفي بالمعنى يعني. مالون. انت يا عطاء اسمعنا عن طريق التليفون، ابعد شويه من التلفزيون يا عطاء. مثل بي 6 7 سنه في جبل. مرحب معك يا لوح. نعم تفضل. عندنا هنا الصوفيه قلت لك بحكم الشيخ مثلا الحوار يقول لك متجن 7 سنه وفي جبل، ودار نشوف رايدين فيها اهم شيء مثلا. برضه ما واضح صوتك، يا ارفع صوتك شويه يعني، خلي المخرج كمان يزيد لنا الصوت بتاع السماعه الداخليه. نعم مرحبا يا شيخ، قلت لك اهلنا الصوفية. نعم ايوه يقولوا لك مثلا ايوه يقولوا لك حكموا على الحوار مثلا ب 7 8 سنه وضع التلفزيون. الحوار محكوم في جبل يعني عديله 7 8 سنه. يا اخ عطا خلاص مفهوم صوت كل مره يدي في هذا السؤال. انت صوت التلفزيون عالي جدا عشان كده احنا ما قادرين نسمعك، انت اسمع لنا بالتلفون يعني ما تسمعنا من التلفزيون لانه في فرق بتاع زمن. نعم معلش. سؤال يبدو انه ملامحه ما واضح. هو بيقول انا فهمت منه انه يعني الصوفيه في ناس يعني زي بيعتكفوا في مناطق بعيده ولفترات طويله جدا جدا، راي الدين في هذه المساله شنو يعني بدون هل من السنه؟ يعتكف يعني العباده العباده أي. أيوة. يعني 6 شهور 7 شهور ايوه بيحاولوا يعملوا خلوه. ايوه يعني خلوه لينقطع للعباده. هو طبعا الزول هنا ده الزول اللي هو مثلا زول فرضنا وارث نزل المعاش ولاده استلموا المسؤولية وهو داير يتعبد في المسجد ويمشي المساجد التالية مش الخلا يعني مناطق بعيدة الجبال مثلا الغابات الخلا ما يعرض نفسه كمان للهلاك. لكن يمر على البلاد شو عجب قدرة ربنا في آياته الكونية ويتعبد من لأنه الولاد استلموا المسؤولية. لكن زول عنده ولادات هو بعال على الناس زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة شكر زول من نزول ده منقطع للعبادة وحمامة المسجد منقطع، قال لهم منو اللي بيكفلوا؟ قالوا له كلنا، قال كلكم أعبد منه. تاني برضو قالوا له في زول منقطع للعبادة اللي أكلوا منه على الحديث، قالوا له أخوه، قال أخوه أعبد منه. أيوة اليد العليا خير من الأيد السفلى،
يوقع الحل دي الزول يسعى في طلب الرزق الحلال يأكل نفسه ويتعب لو ما عنده مسؤوليات ما عنده مسؤوليات يعني معناته إلا نفسه يعني عل الحلال نفسه دي برضه اللي يشتغل يأكل نفسه قال بينقطع للعبادة دمنه نضرب لنا مثال زول رب ولاد ولاد وتخرج وبقى شغالين تجار موظفين كبار يا أبونا أنت أديت واجبك بعد كده ما لك أي مسؤولية نحن نعمل لك مرتب تأكل وتشرب أمسك مصحفك قرايتك صلي مر على المساجد وأحضر محاضرة هنا وأحضر هنا وتعبد وكتر من حسنات قربت ترحل للدار الآخر ده ما عليش لكن ذول عنده مسؤولية أهم اللي أرزق وليدات وانقطع للعبادة لا نعم. طيب من السعودية معانا اللمين رغم أنه تأخرنا عليه كثير مرحبا يا اللمين السلام عليكم عليكم السلام كيف حالكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يديك العافية طولنا في عمرك يا أخي الله يبارك فيك نعم تفضل شيخنا كان عندي زوجتي دي كانت حجة السنة قبل الفاتت كويس ونحن طبعا في مكة هنا قاعدين في مكة وما يعني ما قامت ثلاثة يوم ولا كمان يعني عملت سرية دم أيوة هي عملت غرس العمرة بالحج تمتعت تمتعت أيوة يعني كان عليها هدي التمتع ما طبحت الهدي ما يعني ما عملت حاجه سمع. في ناس قالوا لا اهل مكه ما عليهم حاجه هي مواطنه في مكه يعني ايوه ساكنه في مكه ايوه هي من اهل مكه ساكنه في مكه مقيمين ساكنه في مكه مقيمين هنا ان شاء الله ربنا يديك العافيه اللي يكون اهل حاضر المسجد الحرام يبقى خلاص ما دام هي مواطنه في مكه اصلا يبقى خلاص لانه هنا فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلها حاضر المسجد الحرام يبقى أن تم هي من أهل مكة وخلاص هي تعتبر من أهل مكة هي قالت مواطنة في مكة هي هم سوداني مقيم هناك الإقامة تعتبر من أهل مكة الإقامة إذا كان إقامة مدة طويلة سنين طويلة أي أما إذا كان إقامة مؤقتة يبقى عليها الهدي والهدي ما بيسقط عنها ممكن تطلع السنة الجاي نعم. إذا كانت هي موجودة ساكنة في مكة لكن سكنة مؤقتة نعم. يبقى ما من أهل مكة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يبقى هي إذا كانت مواطنة ساكنة طوال سنين طويلة من تبر سكان مكة خلاص لكن إذا كان هي سودانية مشت تأدي مناسك الحج وقاعدة عن بيتها عن ولده وقاعدة مؤقتة يبقى عليها الهدي لا لو الزوجة هذا مثلا مقيم هناك وهي عندها إقامة من السلطات السعودية تعتبر من سكان مكة؟ لما اللي إذا كان مدة طويلة قاعدة هي ذات عندها إقامة إذا كان ما عندها إقامة بس قاعدة مدة بسيطة وترجع نعم نعم سنعود لمشاهدينا الكرام بعد الفاصل إن شاء الله ونواصل نرحب من جديد بمشاهدينا الكرام في هذا البرنامج على الهواء مباشرة وحديثنا اليوم ينصب حول حقوق الزوجين كل واحد على الثاني
بدينا حديثنا في الحديث ويمكن هنا حضرنا أو تحدثنا عن بعض الآيات اللي بتحفظ لكل طرف حقه. حقيقة المسألة بتاعت خدمة الزوجة للزوج في ناس عندهم فيها كلام وفي آراء كثيرة حولها. حتى في ناس بيقول لك يا أخي يجب أنه الرؤية دي بس حق الزوج هو الفراش فقط. وفي ناس بيقول لك حتى الرضاعة يجب أنه لا ترضع، يجب أنه يستأجر لها حسب ما جاء في يعني الأثر. إلى أي مدى المسألة الآن صحيحة ويجب هي الحقيقة جرب العرف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات إنه الزوجة بتخدم إدارة البيت، تخدم زوجها في البيت التبية كحق ولا بس طاعة؟ الله دي طبعا جرى العرف عليه كده، العرف الشرعي جرى عليه كده، لأنه نحن بنقتدي بالصحابيات الأمهات المؤمنين سيقتدي بالصحابيات. وفاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام تعبت من شغل البيت وسمعت إنه أبوها جوها أسرة ومشت اللي عنده في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بيت أبوها كيسالة خدام عشان يساعدها. السيدة عائشة قالت لها أن الرسول ما جاء البيت لسه، ولما جاء قالت له فاطمة بنتك جاءت كيس القرض الفلاني. طوال الرسول عليه الصلاة والسلام مش البيت لقاه هو علي بن أبي طالب رقده وقعد بينات، وبعدين قال لها ما ألفيته عندنا، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين الله 33 وتكبرين 34 وتحمدين 33، تلك هذه خير لك من خادم. يبقى هنا ده بيت الرسول عليه الصلاة والسلام مش تطلب خدام عشان تساعد في شغل البيت وما لقت، هو اداها الأذكار ده عشان الذكر ده يعين على أداء شؤون البيت. وزمان شؤون البيت كان أشد من هسع، تنشل الماي بدله من البير وتطحن العيش عشان تعمل الأكل والتبيخ وكل دي شغل عليها. يبقى وكذلك كثير من الصحابيات ثبت الرسول كان حتى الصحابي عزم الكان بتقوم عليه شغلهم تبيخ تطبخ ليمون للرسول زوجة الراجل وهكذا. يعني كان الصحابيات بيخدم أزواج يقوم بإدارة البيت. هنا يعني الـ 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 في الحالة دي بس الزوج لو الشغل كتر عليه الزوجة تربية الأولاد ورضاعي وتبيخ وشغل كثير، الزوج يا إما إذا أنت إمكانيات يجيب لها خدامة، وإذا ما عنده إمكانيات تساعده ذاته في خدمة البيت يجي من الشغل يشتغل معاه في البيت شؤون البيت تحضير الطعام وحاجات كده. هاي ده ممكن في اليوم العطلة ممكن يغسل هدومه في الغسالات سيغسل الهدومه ممنوع. نأخذ معنا مكالمة من أم درمان. الأخ يوسف مرحب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك بارك الله فيك. تحياتنا للشيخ ونفع الله به الأمة إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا حديثي للشيخ وسؤالي يتلخص الآتي. في حديث بيقول إنما تأكل الذئب بالغنم الغاصية، ودي دلالة على إنه لازم الشخص تعبده يكون من ضمن جماعة. فكسرت الجماعات صوفية وأنصار سنة و إلى آخره. ما هو رأي الشيخ في التعبد على المذهب الشيعي، علما بأنه في دراسة أو في كتاب بيقول أنه أئمة الأزهر أو الإمام محمود الشلتوت أجاز التعبد على المذهب الشيعي؟ فدارين نعرف الرأي أو رأي المالكية في التعبد على المذهب الشيعي. وشيخنا ذاته فيه روحه جفها ولا أنصار سنة ولا شنو، عشان نحن متأثرين بالشيخ والتوجه اللي هو ماشي به ده وراه التب مع اننا جعلين ما شويه. وشكرا جزيلا. جزاك الله خير. الحقيقه طبعا في بعد الصحابه ظهروا خمس فرق من المسلمين، تقسموا خمس فرق في الشيعة في السنية في الحنابلة المعتزلة أيوة وفي الخوارج وفي المرجئة. تقسموا الخمسة دي لكن هسا انحصروا غالبيتهم في فرقتين السنة والشيعة. وفي مذاهب تاني دي بس الاثنين دي اللي انقسموا السنة والشيعة. والشيعة طبعا فرق كثيرة جدا
أي لكن نحن السنيين اللي هو داخلين تحت مظلة المذاهب الستة اللي هو نسب حنيفة المالكية الشافعية الحنابلة وعلماء الظاهر ابن حزم وداود الظاهري وديل كلهم يعتبروا أهل السنة والجماعة. أما الشيعة ديل مذهبهم براهم وهنا ده طبعا أخونا بيسأل هل يجوز التعبد بالنسب الشيعي؟ أنا أقول له لا حرفا وكلمة واحدة. نحن أهل السنة بنختلف عن الشيعة، هم ليون آراهم ونحن السنيين عندنا آرانا ونحن السنيين كلنا داخلين تحت مظلة أهل السنة. وأهل السودان كلهم الحمد لله باختلاف طرق، أكان أنصار أكان ختمية أكان صوفية أكان أنصار سنة كلهم تختلف المذاهب والطريق واحد. أي كلهم تحت مظلة أهل السنة. أي سعزول يدخل المسجد ما بيسأل أنت إمام المسجد ده أنصاري ختمي أنصار سنة جبهي، ما بيسأل فوالي صلى صلاة صحيح. لكن النهاردة أنا دخلت مسجد بتاع الشيعة ما بصلي وراهم. أي هي واضحة يعني نقول النيل النار كده واضح. أهل السنة مذهبهم هو المذاهب الأربع، الشيعة ديل عندهم مذهبهم براهم. طيب نحن نأخذ من الإمارات نيجي سؤال وقال لي نكمل معنا أم محمد من الإمارات عشان ما التلفون يقطع وبعدك نرجع له تاني. كويس. مرحب يا أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ مرحبا تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضلي. أنا عندي سؤال. المرة فاتت السنة فاتت رحت الحج وأنا أثناء الطواف طواف الوداع لقيت 200 ريال وقع في الحرم. وأنا صراحة ما كنت عارفة إلا بعد رجحت الإمارات وأخوي قال لي ما كانت تشيلية. أي صحيح ما كانت. إحنا عملنا الطواف وطالعين على طول. جيت مسكت ال 200 ريال عملت درهم إماراتي وخطيتها في حصال بتاعت جمعية دار البر بنية صاحبة يعني. كويس. صراحة أنا ما كنت عارفة يعني في النهاية عرفت إنه وقعت الحرم ما بياخذوها ما كنت عارفة. أي هي طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، يعني أنت في أثناء مناسك الحج لقيت لو قريش واقع مشيلة أي حاجة ماشي، لكن في بلد تاني غير موسم الحج لقيت لك حاجة ممكن تشيلة تعرفها يا صاحبة الدهية ما جي صاحبة لمدة السنة بقت حقتك، لكن لقطة الحاج ماشي لقريش في مناسك الحج قريش واقع أي حاجة واقع مشيلة صاحبة هي كوس يلقى أو الجهة المسؤولة تشيله وتبلغ عنه. لكن أنت كمواطن كمسلم حاج ما تقرب عليه. أختنا دي قامت شالتهم ما عارفة، لكن قامت تصدقت بها لجمعية البر والإحسان عشان الثواب يمشي للمسكين ويمشي الثواب لصاحب الحاجة. يبقى أنت ما عليكش بعد ده بالتنى. أشرف من مدلوان ناخده ثاني ونرجع. هاي كويس. مرحبا أشرف. قطع أشرف. طيب نرجع لسؤال أخونا يوسف قبيل. أي سعى أخونا يوسف طبعا بيسأل قال الشيخ أنت مذهبك شنو؟ الحقيقة طبعا سني تبع كله هن في السودان كلهن كان صوفية كان ختمية كان أنصار سنة كان جبهجية كله معاهم. أي بأخذ من دا وأخذ من دا وماشي كله بيعتبروا إخواني في الدين. ما عندي تعصب لأي جهة. كلهم بيعتبروا إخواني في الدين. ده المطلوب من كل مسلم ننبذ الخلافات دي نكون أخوة وننصح بعضنا بعضا. يعني أنا ما مثلا شفت أخوي الصوفي ده بيعمل له حاجة ما هنا بنصحه. كذلك أخونا بتاع أنصار السنة كده برضو ختم وكل يبقى الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أستعني شغال عامة المسلمين. نعم إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب نحن نأخذ معنا عبد الرحمن. مرحب. ألو كيف الحال؟ مرحب بك. إن شاء الله تمام الحمد لله. ممكن أقابل مولانا؟ نعم تفضل. يا مولانا كيف؟ الله يبارك. مرحب بك تفضل. إن شاء الله تمام. الحمد لله. يا أخي عندي سؤال. أنا متزوج وعندي زوجتي دي كان طلقتها قبل كده. أيوة. وبعدين يعني كده ما بتسمع كلامي. وعندك عيال منها؟ ها؟ عندك عيال منها؟ لا يا أخي عندي منها طفل. طفل واحد. أي. سامع. رجعتها ولا لسه؟ طلقتها الطلقة أولى ولا؟ طلقه اولى ورجعتها وحسي معي وغايت حسي يعني ما عارف انفصل ما عارف اعيش يعني مشاكل كثيره كده. سامع يعني اسعى رجعتها لعصمتك. ايوه. وفاضل لك حبلين. ايوه. طيب يا اخي الزوله دي ما عندها اهل ابوها واخوانها؟ ها
هاي أمشي ليه والإخوان أقول لإخواننا بيتكم دي أنا عندي منا طفل وبعم تسمع كلامي وتعصيني وكذا وكذا يقوموا يجي يجيبوا نفرين من أهلك ونفرين من أهله هي ويقعدوا أنتوا الاثنين تقعدوا وبعدك يناقشوا أنت أمالك ما بتسمع كلام زوجك هاي تقول كذا 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 أنت كذا كذا يشوف يقوم يعمل تحقيق اللجنة دي لجنة الصلح يعمل تحقيق يشوف الغلطان منه هل الزوج مقصر هل الزوجة مقصرة يقوم يتوصلوا للمقصر في حق أخوه لزميله منه ونحن بدينا الحلقة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة يبقى في الحادي كان الزوجة مقصرة اللجنة دي تنصحها وتوعيها وتوريها واجبات الزوج كذلك إذا مقصر برضه يودي واجبات يبقى دي الصلح ربنا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم يبقى نرجو أنك تختار لك نفرين من أهلك نفرين من أهل زوجتك وتي تقعدوا كده في بيتكم وتتناقشوا فيه الغلطان وصالحوكم إن شاء الله نعم إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله يا أخ عبد الرحمن طيب في أشياء تانية نحن عارفين كثير من النساء الآن أصبحن عاملات وعندهم أجر يعني هم ذات يعني عندهم مرتبات وعندهم دخل يعني هل يجوز للرجل أنه يأخذ المرتب بتاع زوجته ويعني أو دخل تاني هي مثلا تاجرة أو عندها أي مصدر دخل آخر أو وارثة مثلا عندها عقارات بتأجرة أول حاجة الشغل بتاع الزوجة ده حاجتين اتنين الحاجة الأولانية أبوها غني وانتقل يا رحمة الله ورثت من أبوها 20 مليون يبقى دي بقت حقتها ملكة ما بيجوز للزوج يأخذ منها قرش واحد بدون إذنها ويجوز الزوجة دي أكان زوجها فقير تديه من زكاة مال الخاصة أي دي إذا كان وارثة أما إذا كانت موظفة شغالة موظفة يبقى في الحالة دي المرتب بتاع ده الزوج عنده نصيب والنصيب جاء من وين الزوجة دي لما مشت الشغل عملت فراغ في البيت الفراغ ده فيه لابد الزوج على الزوج حيجيب زول خدامة عشان تعمل الفراغ ده حيجي يتعب يشتغل يغسل ويسوي وهناي عشان يعمل الفراغ ده يبقى عاد الزوج المرتب حقك ده الزوج عنده شيء لأنه عملت فراغ في البيت يبقى الحالة دي في لأنه في بعض الزواج يتعيش كله يقول يعني ما يشيله كله لكن يشيل منه لأن سبع بعض الزوجات راح تقول زوجي ما قاعد يصرف علي وأنا شغالة ما قاعد يديني حاجة الحاجة لدهني لحياتي الخاصة مش بتاكل وتشرب في البيت هي يقوم كل مصاريف البيت هي يقوم كل مصاريف البيت لكن ما بيديني مصاريف خاصة لنفسي طيب أنت ما موظفة المرتب ده ذاته الزوج عنده نصيب نصيب الفراغ اللي عملتيه فراغ في البيت ده هاي يبقى ولذلك نحن ما منا دائما معناته نحس الزوج يقلع من زوجته بنتي هي احسن يكونوا متعاونين مع بعض الزوجه شغاله والزوج شغال كلكم تلوموا مع قريشاتكم مع بس لكن الزوج ما يعتمد على الزوجه في كل شيء كمان ظاهر جديد ما يعتمد عليها في كل شيء وهي كمان ما تقوم تقول ده مرتبي الخاص ما بديك ولا قريش واحد ولا بساعدك في مصاريف البيت انت تصرف على البيت كل طيب الفراغ اللي عملتيه في البيت ده بيملمنه ما تملي لي بجزء من مرتبك تساعديني هاي ده من باب التعاون يتعاون يبرم البيت لولداتهم لأنه عم بنظر المستقبل يعني طيب. نرجو أن الزوجة الشغالة أنك وزوجك شغال تتعاون مع زوجك تسامي في إدارة البيت وصرف على البيت وتأسس لكم بيت تشتري لكم قطع لمستقبل ولداتهم طيب نأخذ تلفون من الدوين معنا أم محمد مرحب مولانا مرحب تفضلي كيف حالك الله يبارك فيك قلت لك أنا بزعل عندنا والدتنا حبوبتنا ومبونا ودي حصل لنا والله نقاش كده اصلا يعني مشاكل معمدي منا نحن اطفال لحد الحمد لله تزوجنا وبقينا باولادنا وفي بنيان كده ما بنيان عند غرفه بنينا عليها مده 7 سنين ما جاء وقت ما تقومنا الغرفه دي كسرناها دارين نبني اتكسرت اصلا من المطر مجرب مكسرناها هي ما رضت وحصل فيها مشاكل هو البيت حق حبوبتك ولا حبوبتي؟ قال الله ان شاء الله هبني ليكي ناقشتنا نقاش شديد ويكفد مننا ونحن يعني قالت نهاية البيت أمي ده حية فيه وما بتجي دخل إلا أمي كمه البيت حاولنا نعالج المشكلة ده بس شقينا لأبواتنا الكبار ومشوا ليها وما قدروا حلوها ودينا لها لكن قدر ما نودي لها حاجة يتكشف طيب أصبر لي البيت حق حبوبتك ولا حق وريسة هي أصلا القطعة حقت أبوها حق
حقت أبوه هو أبوه نعم هي أوه. معناها عندها هي حية طبعا بس زوجها توفى يبدو آه أي هي حية أي أيوة هي طبعا في الحالة دي المفروض إنه ما دام القطعة تكون ورثة ما دام حقت الأب هاي يبقى الزوجة ما عرفنا التفاصيل إحنا لكن كده حسب ما عرفنا التفاصيل لكن برضو ننصح أخوتنا الخلاف ده وحبوبتكم حردانة منكم كدي جيبوا أعمامكم خوالكم يقعدوا في أعتقد يتفاهموا مع حبوبتكم دي ويدوها حقها وينصحوها وكده يعني يسوي المشكلة أسرة مع بعض ما المفروض ما يحصل خلاف نعم طيب في ظاهرة أيضا كثير من النساء يعني بتحصل مشاكل مع أزواجهم بيطلبوا الطلاق بسهولة أيوة. ومسألة الطلاق دي هي بس أصبحت ظاهرة كثير حتى بنلقى النساء بيمشوا للمحاكم وبقيفوا وبيطلبوا الطلاق نعم. هو طبعا مرات السبب الطلاق اللي هو الزوج ما بيصرف على زوجته هاجرة في فراشة وزمن طويل وهنا ده في الشرع بيقول إنه الزوجة لو ما بينفق على زوجته وممكن تطالبه بالتي هي أحسن رفض وهو عنده هو الحالة دي ممكن تطالب بالمحكمة المحكمة تعمل لها نفقة شرعية هاي لزوجته دي إذا معسر برضو القاضي يديه مهلة إنه كده كده طيب لو بناتهم بس مشاكل ونقاش كثير زي ما ذكر أخونا قبل شوي عبد الرحمن وطلبت منه الطلاق كل مرة يتناقش معاه أي طلاق بدون خاصة لو عندها عيال أي زوجة عندها عيال من زوجها مهما كان زوجها ده كعب ما تطلب منه طلاق عشان خاطر الولادات دي تتحمله وتعامله معاملة حسنة وتلقط منه كل زول يقوم بواجبه يعني يقوم واجب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خوف المردي قالوا يما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة سببك شنو طلبت من الزوج الطلاق بس كده يبقى لا في الحالة دي خاصة لو عندها عيال يبقى ما تكون العيال دي اللي انت مسؤولة منهم طلبت الطلاق ولادك دي حيشردوا ومهما لبوا كعب تتحمليه عشان خاطر عيالي نعم. طيب معانا من السعودية أخ محجوب مرحب ألو ألو محجوب طيب محجوب لمو معانا نحن ممكن يكون ذاته باقي لنا دقائق بسيطة جدا يجب انه نستثمر هذه الدقائق يعني ندي نصايح للناس عموما في الحياة الزوجية باعتبار انه دي مؤسسة اشتراك بين شخصين اختاروا هذا الطريق وطريق شاق يعني ما صعب شاق فعلا والنصيحة اللي نقدمها للزوجين يعني نقول للزوجة اولا يعني لو فتشت الدنيا دي كلها عشان تلقي لك زوج فيه كل الصفات اللي انت دايرها يستحيل لانه الكمال لله وأي بني آدم فيه جانب من الخير وجانب من الماخير زي إيدي ظهر وشها ما واحد أنظر لزوجك الجانب السمح أما الجانب الماسمح ده ما دعيني ليه تقدر تتحمل لأنه كمال لله كذلك نقول للزوج لو فتشت الدنيا دي كلها عشان تلقى لك زوجة فيها كل الطلبات اللي انت دائرة يستحيل الكمال لله الزول الحاجات البسيطة دي زول ما يشدد فيها وكمان النصيحة الكبيرة البطالب بها الزوج وزوجته إنه ربنا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ربنا أخبرنا من الشيطان ده عدو لنا وأمرنا إن نعتبر الشيطان عدو وما دام نبهك لعدو ليك يبقى انت بتحترس تكون جاهزة هاي تكون جاهز نكون جاهزين بشنو نحصن بيتنا ما نطرد الشيطان من البيت والشيطان ما بنشوفه عشان نطرده لكن الرسول ادانا السلاح اللي نطرد ولذلك جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيد آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي والحديث الثاني إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يبقى نطرد الشيطان من البيت طردنا الشيطان من البيت اللي نستقر ونعيش في مودة ومحبة ونبنصح وجرب يا الزوجة لو كل يوم بعد صلاة الصبح تصلي صبح حاضر وتقرأ آية الكرسي في البيت ثلاثة مرات وقل والله واحدا مع الزتين بعد صلاة المغرب كذلك أنا متأكد ما حيحصل تحصل أي مشكلة بين الزوجين أي مشكلة حيكون الزوج مع زوجي تتناقشوا بمودة ومحبة ما بتوتر وهيجان
وأكيد. وهذا هو المطلوب طبعا. نحن بنشكر الشيخ الجليل شكرا جزيلا على حسن إجابته لمشاهدينا الكرام. نأمل أن نلتقي مجددا إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وبكل الأمل إن شاء الله أن تكون هذه مساحة للتشاور حول بعض المسائل الإشكالية وحلولها من الكتاب والسنة. أشكر الشيخ الجليل محمد أحمد حسن، وأشكر كل الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.